الماتشات اللي لعبتها كلها مع المنتخبات في كاس العالم 90، هولندا كان اعظم فريق في الوقت ده، وكان جايين واخدين كاس الامم الاوروبيه، وكان عندهم رباعي لعيبه طبعا، فان باستن وكوليت وريكاردو وكومان، فكان افضل بالظبط. بس يعني ده افضل اربع لعيبه كانوا محترفين في الوقت ده، وكان ساعتها فان باستن جايب جون عالمي في ديسيف في روسيا في الماتش النهائي، وقدر ياخده بالظبط بالظبط كده. فانا عايز اقول ان الفريق الهولندي طبعا لما لعبنا انا ما كنتش متوقع ان احنا نطلع بمباراه بهذا الاسلوب او بهذا الشكل. كان مباراه جيده في كل التعامل بيها، انك انت بتلعب فريق اعظم فريق بتلعب معاه وبتعمل نتيجه 1-1، بتلعب نجوم العالم، بتعمل شو في الملعب، اهداف ضايعه، مباراه مفتوحه، الاداء كان جميل، التمتع كان وصلنا لاعلى درجات. فمباراه بالنسبه لي دي من المباريات اللي بحبها جدا، اللي هي كان فيها كل نوع من انواع الثقه والخوف في نفس الوقت، لان وانا نازل الملعب بتفرج على شكل اللعيبه حاجه تخض، حاجه جميله، احنا رايحين بنتفرج واحنا نازلين مش مصدقين ان احنا عملنا النتيجه دي.